طيب من نبرو خلينا نروح لميدان السواقي اللي طبعا بيعتبر من اجمل المناطق اللي ممكن تزورها في الفيوم، عشان هو واحد من المعالم الاثريه للمحافظه. في الفتره الاخيره كمان الحقيقه حصل تطوير كبير جدا للميدان بشكل مميز جدا يا مصطفى. انا متاكد لان اي حد راح محافظه الفيوم هيبقى عارف كويس جدا ميدان السواقي. تعالوا نشوف بشكل عام ازاي كان شكل ميدان السواقي بعد انتهاء اعمال التطوير، وازاي اصبح منتزة سياحي لكل المواطنين وكل الوافدين، وبقى مكان مميز للخروجات والفسح في محافظة الفيوم بعد تطويره. أحد أهم وأرقى ميادين محافظة الفيوم وقبلة سياحية جديدة تضاف لعناصر الجذب السياحي للمحافظة، إنه ميدان السواقي بالفيوم الذي شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة لاستقبال المواطنين في عيد الفطر المبارك. أعمال التطوير شملت إقامة مسرح مفتوح على السواقي و16 كافيتيريا ومطعم و8 بازارات وساحة نصب تذكاري للشهداء وممر مشاة مطل على بحر يوسف مباشرة ومقاعد مفتوحة وبرجولات ومسطحات خضراء. تم تطوير الميدان من سنتين بالظبط بإضافة منشآت زي ما حضراتكم شايفين تصلح المطاعم كافيهات على أساس يكون مناسب للمجتمع الفيومي، للسياحة الداخلية، السياحة الخارجية. عندنا هنا ده قلب الفيوم، الناس اتعودت من زمان أو معتادة من زمان تقضي عطلاتها الفسحة بتاعتها في محافظة الفيوم جوه ميدان السواقي. تم تطوير ورفع كفاءة السواقي نفسها، تم إضافة الحوض ده، تم توسعته بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، إضافة شكل جمالي وروح للمكان. الحمد لله احنا عندنا أكتر من 20 مكان يصلحوا المطاعم وكافيهات، منهم أماكن افتتحت فعلا وبتستقبل الجمهور من أول رمضان، مطاعم بشكل بروفيشنال جدا. حافظنا على هوية المكان، ما حاولناش إن احنا نعمل حاجة بعيدة عن التراث اللي احنا موجودين بيه، لذلك هتلاقي فن العمارة موجود في المكان مع تطوير وإضافة لمسات جمالية. ميدان السواقي الموجود بوسط مدينة الفيوم هو عبارة عن 4 سواقي تعتبر ذات قيمة ثقافية وتاريخية كبيرة، تعبر عن آلة ري قديمة أنشئت في الفترة اليونانية الرومانية لحل مشكلة انحدار مياه الري. تطورت هذه السواقي عبر العصور المختلفة، حيث كانت تروي الحقول حول الميدان وبعدها تحولت لمعلم سياحي فريد، والآن باتت هذه السواقي معلما سياحيا وتاريخيا مهما شاهدا على الكثير من الحقب التاريخية المختلفة، ويروي قصصا وأحداثا عاصرها أهالي الفيوم عبر الزمان. أحمد الحسيني، صباح الخير يا مصر.